الفكرة جت صديقك وصديقي يوسف معطي، جو جميل. الراجل الجميل ده طبعا المبدع، قال لي هو كان بيعمل حاجة على التالتة اسمها السنيد، ايوه لو انت تفتكرها. طبعا طبعا، اكيد ما انا كنت في التالتة. اكيد. فقال لي عايزين نعمل حاجة للأم. قلت له انت جيت على الجرح. نعمل ايه يا جو؟ قال لي عايزين نتكلم مع المشاهير في اي مجال، ونتكلم عن امهاتهم، وهو هيبقى كومبارس طول الحلقه. قلت له تمام. انا ضفت حته صغيره قوي 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 في البرنامج، اللي هو قلت له يا يوسف طيب ما تيجي نقول للناس اللي عايز يكرم امه او شايف ان امه تستحق تبقى ام مثاليه، يبعت لنا السيره الذاتيه بتاعتها ويقول لنا بيحلم لها بايه. والله والله يا دكتور بعد شويه بقت الفقره دي اهم من فقرة النجم، وانا بحمد ربنا ان انا كنت سبب في ان عملت ده. ابتدينا نعمل البرنامج. كم سنة البرنامج؟ قعد 6 سنين. 6 سنين انت عندك برامجك ماشي الحمد لله. فجيت لرحمة الله عليه اخونا مجدي النجار الشاعر الكبير، الله يرحمه، قلت له مجدي عايزين نعمل تتر حلو. وانا كان ربنا كرمني من زمان ان من اول حوار صريح جدا كان اول تتر مغنى يتعمل لبرنامج، وكتبه الشاعر العظيم رحمه الله عليه عبد السلام امين، وغنى علي حميده شاهدنا العظيم. جينا بعد كده كلام من ده الله يرحمه برضو رياض العمشاري ومحمد فضل. فجينا هنا في الست دي امي، قلت له عايزين نعمل حاجه تكسر الدنيا يا مجدي. قال لي بس يا نبيل كلمه دي الست دي وحشه قوي. قلت له ما انت وارد تقول لي الست دي امي، وارد تقول لي الست دي امي، وارد تقول لي الست دي امي، لما احنا هنا في اللي هو الحنيه الست دي اللي تعبت وطلع عينيها وعملت. الحقيقه عايز اقول لك اختيار النجم الجميل خالد عجاج انه طبعا وده حنين طبعا، بس انا اضحكك على خالد لازم اقولها، قلت له في كل مره لازم اقولها يا خالد. لما جينا نعمل تتر البرنامج ده جه حضر معانا في الاستوديو عشان ياخد يسمع اللحن ويسمع البتاع في الاستوديو، وقال هعمل بروفا على الغنى. كانت الظروف ان والدته في المستشفى خالد، وجاي يعني المود بتاعه مش حلو، و و دخل خد البروفا بتاعت التيك الغنى ومشي، على اساس ان احنا بقى هنسجل في يوم تاني وهناخد التيك بتاعه في يوم تاني. انا عجبني قوي التيك، خدته زي ما هو، زعته في اول حلقه خالد اتجنن فعلا. خالد اتجننت يا خالد؟ انا مستمتع جدا. النجم الجميل والفنان الكبير خالد عجاج، مساء الفل يا خلود، وحشني جدا. مساء الخير عليك يا دكتور. انا فرحان خالص ان انا بكلمك، وانا يعني سعيد اكتر كمان ان موجود معاك اخويا وحبيبي وزميل الكفاح زي ما بيقولوا يعني من حبيبي زمان. يا خالد نبيل حبيبي عبد النعيم. والله. طبعا والله يا حبيبي، يعني مش عايز اقول لك الراجل ده بالنسبه لي ايه، يعني حد مهم جدا، وانت بالنسبه لنا كلنا يا دكتور. انت كمان انت أنا من احن الاصوات في مصر عليك. ومن اجدع الاصدقاء يا حبيبي. والله انا سعيد جدا ان انا معاك دلوقتي بجد. الله يخليك. وعايز اقول كل ام كل سنه وانت فوق راسنا من فوق، يعني احساس تاني خالص 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 الام لما بتبقى موجوده كمان. بس شفت يا خالد سنين طويلة ازاي والاغنية دي ما زالت باقية، يعني عايز اقول لك انها تيجي نمرة اتنين بعد ايه ست الحبايب، يعني مفيش منهم مفيش واحدة تالتة، يعني يا دي انا بيتقال لي الكلام ده الحقيقة، وبحس ان هو بجد والله، يعني انا فعلا عملنا حاجة جامدة كده. وزي ما قال اخويا نبيل، هو نبيل خد مني الاحساس اللي هو كان عايزه. هو يعني ضحك عليا، هو بيعرف يلعب بدماغي. انت جميل يا خالد وحنين. خدني براحتي وصوت حلو خالص خالص. وعايز اقول للدنيا كلها ان خالد ما خدش فلوس في الغنوه دي. ياه. والله ما خد فلوس. الزمن كان غير الزمن يا دكتور، ما انت حضرت يا دكتور. اللي هو صاحبك واخوك وحبيبك وعايز يقف جنبك ولما يصدقك. لا وخالد ابو الجدعانه طول عمره، جدع وراجل وابو الجدعانه والشهاده. لا بس انت يا نبيل برضو سمعتني قنبله، يعني حبيبي الشغل اللي معمول مجدي النجار الله يرحمه الله يرحمه، ويعني كانوا ناس برضو انت عارف الناس دي كانت بالنسبه لنا ايه، يعني
كانوا بيشتغلوا بحب غريب كده، مش بس انت يعني كنت بتأديها خالد بصدق شديد، اغنية الست دي امي. هل ده كان انا دي مرتبط حاجة فعلا زي نبيلنا بيقول بان الوالدة ساعتها كانت في المستشفى الله يرحمها؟ الله يرحمهم الله يرحمهم جميعا. لا انا والدتي كانت بالنسبة لي يعني مش عايز اقول لك عمرها ما اتعاملت معايا كأم بقى وكده، لا يعني، وهي اللي كانت بتشجعني في مناخ وقت ما كانش في حد بيقول لعياله يعني قال مزيكا حلوه وقال غنى حلو وحاجات كده، وانا في بلد فلاحين يعني، يعني نعتبر مدينه صغيره 100 غمر، فكان المناخ غير المناخ خالص. اما يعني تيجي واحده نظره مدرسه ومتعلمه تقول لابنها لا ركز في المزيكا والغنى يعني ما كانش كل الامهات كده. فبالنسبه لي كمان كان الموضوع صاحبتي بقى مش امي بس يعني. الله يرحمه رحمه الله عليه. اه طبعا الله يرحمه الله يرحمه. واظنك تتفق معايا ان البرنامج ده لو رجع تاني هيستمر نجاحه، لان كل يوم بيتولد نجاح للانسان الفضل فيه يرجع لامه. القصص ما بتخلصش. اه ما بتخلصش، وفي كل المجالات مش بس في الفن، في كل المجالات. اه ويا دكتور يعني ام الشهيد دي صحيح يعني ايه 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 القوه دي؟ ايه القوه دي؟ يا سلام. صحيح ايه يعني ربنا بيديهم قوه عجيبه جدا يعني انا بقعد اتخيلها واسرح بخيالي كده لما ام بتفقد ابنها مثلا واللي بيرعاها وشباب زي الورد ومدنيين وغير مدنيين والحاجات اللي بتحصل حوالينا دلوقتي. يعني الحقيقه الام دي لا ظهر. عارف انت لما ظهرك ينكسر يبقى والدتك تقطع. هي كده. صحيح. خالد عايز اسمعك حاجه يعني محضرها لك مفاجاه كده، ممكن تسمعها؟ جدا. يلا بقى يا خالد. ان الست فايقه مش تستاهل انها تسمع منك اغنيه ست الحبايب يا حبيبه. هدايا الاثنين. تسلم عينيك يا استاذ. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكلك طيبة يا رب خليك يا أمي. يا رب خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب حبيبة. لا 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 والله انت غنيت ست الحبايب برضه روعه يا خلوده. لا والله مش زي العظماء التانيين فايزه احمد يا واقول استاذ عبد الوهاب. انت بتقول ايه؟ ده احنا بنتمحك في الناس دي يا دكتور. احنا بنتمحك فيهم مش اكتر والله. ربنا يخليك وتعملوا كل حاجه حلوه للام وتفتكروها دايما بكل خير يا رب ان شاء الله، وربنا يوفقك دايما دكتور. تقدم لنا كل ما هو انساني. الله يخليك. وانت قريب تكون بقى ضيف معانا في واحد من الناس ان شاء الله يا خلودة. لازم. جدا جدا جدا. انت عارف ان انا بحبك وبحترمك. الله يخليك. من زمان من زمان احنا اصدقاء عمر طويل. الله يخليك. ده يشرفني يا دكتور والله. ربنا يخليك يا حبيبي. خالص خالص بالمكالمه الحلوه دي. الله يخليك. ببوسك وببوس نبيل وربنا يخليكوا لينا. الله يخليك يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. نسمع عنك كل خير. سنه وانتم طيبين. طب الف خير يا حبيبي. في رعايه الله مع الف سلامه. نبدا بقى نعرض للناس الحاجات الجميله اللي انت عملتها والانفرادات. هخلي المخرج احمد السيد يبدا كده يعرض لنا الحاجات ونعلق عليها. ايه رايك؟ اتفضل. يلا يا استاذ احمد. ازاي كانت